السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي أخواني، اليوم راح نشرح عن الجابلشتابلة اللي هي بسموها الرافعة الشوكية بألمانيا جابلشتابلة، وعندنا بالبلاد العربية بسوريا بسموها الستافة. تمام، هاي الرافعة بتحمل وزن لحد الطن و600 كيلو. راح نشرح عنها اليوم. رجاء اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك واعملوا شير، احنا بحاجة دعم للقناة بإذن الله، وشكرا لكم. يلا نبدأ. اليوم بدنا نحكي عن هاي الرافعة الشوكية اللي بيسموها الرافعة الشوكية هون بألمانيا، وعنا بسوريا بيسموها الستافة. تمام، اليوم رح نحكي عن مواصفاتها ونشرح عنها شوي ونشوف كيف استعمالها وكيف طريقة استعمالها وشو كل شيء بيتعلق فيها يعني. تمام، طبعا هدول رفقاتي اللي عم ياكلوا. طيب نبلش بالدواليب. هاي دواليبها، طبعا هاي الدواليب تبعها بيجو كاوتشوك، ما بيجو هواء، بيجو كاوتشوك. تمام، هاي شغلة تانية بتجي عنا نحنا هون، هاي الشوكات تبعها اللي بيجو هون موجودين. تمام، بالإضافة إنه هاي بترتفع، هذول الشوكات اذا انت كنت حامل عليهم شيء بيرتفعوا لعلاوه 4 امتار تقريبا لفوق. تمام، هي الرافعه بتحمل وزن، هي مكتوب عليها 2016، معناتها بتحمل طن و600 كيلو. تمام، هي 2016 طن و600 كيلو. طبعا هي الرافعه بتجي اللهم صل على سيدنا محمد، بتجي كهرباء، على الكهرباء بتجي كلها. تمام، لو ورجيكم ارتفاع قديش بترفع الشوكات لفوق، ورجيكم كيف بترفعوا، بيرتفعوا لمسافة منيحة 4 امتار تقريبا. ما شاء الله. تمام، شايفين هلا كانوا تحت الشوكات، رفعناه هون صاروا فوق. شايفين العلاوة تبعها؟ طبعا انت وهي الرافعة موجودة فوق، ما بتحسن انك ترفع طن و600 كيلو وتكون ماشي بهي العلاوة انت تمشي بالرافعة، مستحيل. اذا بترفع انت طن و600 كيلو على هاي العلاوة انت وانت ماشي فيها للرافعة، بتقلب الرافعة، بتقلب قولا واحدا، بتقلب ما بتحمل. تمام، لانه كل علاوة في إلى شيء معين انك تحمل فيه. تمام، يعني مثلا انت اذا بدك تحمل مثلا طبلية وزنها طن ونص، فيها حديد، في اي شيء مثلا وزنها طن ونص، تحسن تحملها انت لهي الطبلية وترفعها بهي العلاوة 4 امتار اخر شيء، بس بشرط انه الرافعة ترتفع تضلك ماشي انت فيها لمسافة انه تحط، انه بدك تحط مثلا طبلية على رفوف، يعني تحطها انه هيك بس انه ترفع الطبلية مثل ما انت واقف هلا، هيك ترفعها لفوق، هيك بتقرب شوي 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 شوي، بتحطها برفوف، بتحطها على الرف. تمام، بترجع انت بتنزل بعض الشوكات. اما تحمل الطبلية اللي وزنها طن ونص وتمشي فيها مسافة منيحة بهي العلاوة، لا ما بيمشي الحال، بتطق الرافعة وبتقلبها. فهي الشغلة بدنا ندير بالنا منها. عندنا شغلة تانية، بيجي عندنا هون في 3 أبوبية. تمام، هلا اول ضوء هاد اللي فوق هذا بيجي ضوء ازرق. هذا الضوء كيف بيجي؟ لأوريكم كيف بيجي. هذا بيجي هيك، بس نكبس نحنا بطلع ضوء ازرق. هذا هو الضوء الازرق، شايفينه؟ هذا اللي عم يطلع، هذا الضوء الازرق. طالما انا ماشي وعم سوق بالرافعه يطلع الضوء الازرق. تمام، هذا شو وظيفته؟ هذا وظيفته انه مشان اذا انا كنت ماشي مثلا بالصاله، جوا بالصاله ممنوع اني اشعل الاضويه تبع الرافعه. تمام، فبيضل هذا الضوء الازرق شاعل لقدام 3 امتار لقدام. اذا كان في مشاة بالصاله بيعرفوا انه هون في رافعه، فبينتبهوا مشان ما انا اطرق هون او يصير حادث او يصير اي شيء. تمام، هي بالنسبه لهدول الاضويه. بالاضافه في عندنا هدول الضوين اللي فوق. تمام، طبعا هدول الضوين اللي فوق كمان بتضويهم بالليل، بنكبسهم من هون، بتشعل هون.
بشعل الضوء وين هيك شايفين؟ ضوء كتير حلو وظريف. تمام، هي شغلة. شغلة تانية في عنا هي هون، هي شو وظيفتها؟ هي نحن بنرفعها لفوق. تمام، نحن بس رفعناها لفوق انشالت. هون في عنا عربيات بنحمل عليهم طبليات، بنحمل عليهم حديد احيانا واوزان تقيلة. تمام، فما خرجوا نحمله بالرافة، بكونوا طوال مثلا، فبنحطه على العرباية. بس نحط العرباية في إلى شنقل، هي بنحطه، بس نحطه هون. تمام، بنحط بقى الحديدة من هون وبنسكر نحن على العرباية. تمام، بتتثبت العرباية وبنحسن نسحبها بقى. تمام، حاجة تتخانقي انت وياها حاجة. تمام، هي بالنسبة لهدول. هون كمان بيجي من الرافعة، بس تنزل من الرافعة بتلف هيك على الطرف الثاني، تفتح هون في إلى باب، شايف في إلى كبسة هون، هي الكبسة بتكبسها تفتح الباب. هي البطارية تبعها موجودة هون، هي بطاريتها. تمام، هون ما لنا شغل بس البطارية. هون نحن أنا كل ما بخلص شغلي بالليل بفتح هي، برفعها لفوق، بسحبها هيك لفوق. تمام، وبحط فيها الفيش الكهرباء تبع البطارية اللي بيشحن البطارية. وبيجي معها كمان هون هي، مشان إذا أنت مثلا هيك بتحطها هون هيك بتشكها بهي، خلص ما بيتحرك الباب، بيضلوا ثابت. تمام، نرجع نسحبها. يا لطيف شو برد، يا لطيف. نسكر، نسكرها. تمام يا اخواتي، هذا كان الفيديو تبعنا لليوم. بتمنى انكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتعلقوا اي شيء مثلا حابين تسألوا عنه، حابين تستفسروا عنه، انا جاهز ان شاء الله. تمام، القناة مثل ما قلت لكم جديدة، وانا عم نزل معلومات عن كل شيء بيتعلق بالالكترونيات، بكل شيء بالحياة، يعني مو بس بالالكترونيات، بكل شيء بالحياة. تمام، فنتمنى منكم الدعم، وعملوا لايك وشير واشتركوا بالقناة، اهم شيء اشتركوا بالقناة، بدنا مشتركين، ما في القناة ما في مشتركين كتير. وبتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.